واحد من نجوم النادي الاهلي ومثال للانتماء. جماهير النادي الاهلي لما بتيجي تضرب مثال في الانتماء بتقول وليد سليمان، خاتم سليمان، الكابتن وليد سليمان. برحب بيك وببارك لك وببارك لك على ثقة جماهير النادي الاهلي فيك. ربنا يخليك. الحمد لله، فضل ربنا، ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي وكل المنظومه. مبروك، موسم طويل والحمد لله ربنا كرمنا، والهدف الاكبر ان شاء الله افريقيا، شغالين عليه ان شاء الله، وربنا كريم ان شاء الله باذن الله. انا هكلمك في نقطه بصفه شخصيه. في يوم بتكلم مع احد اولياء الامور في الناشئين، قال لي انا بقول لابني اتعلم من وليد سليمان، بقى عندنا مثل اقول لابني يا ريت تكون في يوم من الايام زي وليد سليمان. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله، ده تعب ودي ثقه كبيره جدا، واكيد الكره كلنا بنتعلم، حد لحد دلوقتي كلنا بنتعلم، انا بتعلم، وزي ما اتعلمت وانا صغير من لعيبه كبيره واجيال فاتت في النادي الاهلي، اكيد الناس كلها تتعلم من ناس كبيره، والحمد لله يعني ان احنا بنتعلم حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الناس تحت تبص الناس الكبيره فوق وتعلم ويمشي على نفس النهج، يعني ان شاء الله باذن الله. عايز اسالك سؤال بس ما تستغربوش، النادي الاهلي بيمثل ايه لوليد سليمان؟ لا مثل حاجه كبيره جدا الحمد لله، يعني فضل ونعمه من ربنا ان انا حققت حلمي ولعبت في النادي الاهلي وحققت بطولات واسمي بقى موجود من ضمن الاجيال يعني في النادي الاهلي، وزي ما قلت يعني شرف ان يكون اسمك متعلق بالنادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا، حاجه بتفضل موجوده على مدار التاريخ، اولادك وكل من ينتمي ليك بيبقى فخور ان كان في حد من العيله بيلعب في النادي الاهلي، النادي كان كبير جدا. الحمد لله، بشكر ربنا الحمد لله، يعني الحمد لله. دايما بتقول انا مش خاتم سليمان، انا خادم النادي الاهلي. اكيد طبعا، اي حد موجود في النادي الاهلي خادم النادي الاهلي، مش وليد سليمان بس، وكلنا بنخدم النادي الاهلي وحبنا في الكيان، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس كلها ونسعد دايما جمهورنا اللي دايما في ظهرنا. يعني تقول ايه لسليم واحنا بنقول له افتخر بابوك؟ ربنا يخليك يا رب. اتمنى سليم يطلع احسن مني ويكون برضو يكمل مسيره من خلال النادي الاهلي، وربنا يوفق كل واحد بيحب النادي وكل واحد عنده طموح ان يحقق حاجه في النادي، يعني ان شاء الله. شكرا كابتن وليد، ربنا يخليك. مبروك كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع خاتم سليمان الكابتن وليد سليمان. مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومع كل جماهير النادي الاهلي ومراسم تتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 42. شايف هتكلم؟